يعني وانت صغيره برضو كان اللي بيروح معاك التمارين مين؟ مين اللي كان مهتم بالموضوع قوي خاصه ان بابا كان بيلعب فولي بول؟ انا بتكلم بقى على فولي بول. هل ماما كانت بتلعب فولي بول؟ لا بابا بس اللي كان اه بيلعب، لا هو اللي كان مركز معاكي في التفاصيل في الفنيات، ولا كان سايب الموضوع ليكي والمدربين؟ لا طبعا، هو يعني بابي هو عشان لعب قبل كده الرياضة دي يعني، فهو لحد دلوقتي يعني بعد أي ماتش بعد أي تمرين لازم بيقولي الكومنتس يعني، طبعا بيقولي رأيه وأنا فعلا بحب أسمع منه. فلا يعني هو طب قولي بيساعدني الو في كده. ألو الو 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 استاذ العالمي، طبعا والد طبعا تامر العالمي، انا اسف يعني، طبعا انا بجيب اللقب والد طبعا زينة. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا كابتن. على فكره انا سالتها سؤال دلوقتي، قلت لها عشان بس اغششك وما اعرفش كنت سامعني ولا لا، بقول لها مين بيتعب اكتر بابا ولا ماما، فضحكت قالت اتنين بيتعبوا معايا قالت يعني. ماما طبعا، ماما بتتعب اكتر. حتى انت كمان يا استاذ تامر يعني برضه، يعني برضه ماما. طب يعني ما فيش حاجه لبابا خالص؟ معلش بقى يا كابتن، لا ماما بتتعب، خليها ماما بتتعب. طبعا طبعا طبعا، ده حاجه الام طبعا، هي اه رمانه طبعا الميزان في الدور البيت طبعا. الاكبر عليها طبعا احنا والله، بنهزر طبعا وبنقول مره كلام. وما يحميها. طيب قول لي حضرتك، في التقرير اللي كنت سجلته معانا قلت طبعا المفاوضات كانت شاقه، يمكن تسع شهور حضرتك طبعا كنت بتتولى المفاوضات بالنيابه عن زينه، كلمنا عن المفاوضات واتحسمت ازاي؟ والله فعلا المفاوضات كانت صعبه، طبعا هي مفاوضات مش من الشهور دي يعني، وكابتن حمدي طبعا كان شايف زينه من زمان جدا ومن سنين فاتت ومن هي في الناشئين، بس طبعا النادي نادي الصيد طبعا كان شايف ان زينه حاجه كبيره عنده، فكانت الدنيا كانت صعبه. اخر بقى مفاوضات دي لما هي كبرت كده وبقت في السن ده، والسنه اللي فاتت بصراحه احنا عملنا طبعا انجاز كان كبير جدا في نادي الصيد، مركز تاني دوري، مركز تاني كاس. فبصراحه مجلس الاداره بتاع نادي الصيد انا بشكرهم جدا يعني، تعاونوا معانا جدا وتفهموا يعني رغبه زينه، وان ده الوقت ان هي تشيل البطوله او تشيل كاس او تشيل دوري او تلعب افريقيا، تلعب بطوله عربيه. فبصراحه الناس تفهمت جدا، طبعا خدت وقت برضو لان قرار ان انت تستغنى صعب عن زينه صعب في نادي طبعا. الصيد مش سهل يعني. لكن لما الموضوع كانت رغبه زينه وقعدت معاهم طبعا والناس كلها تفهمت طبعا، ومجهود كمان مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل والنشاط الرياضي في النادي الاهلي كابتن رؤوف مع كابتن اشرف الفار في نادي الصيد يعني، بصراحه كانت الحمد لله الدنيا تيسرت السنه دي الحمد لله طبعا، واكيد بنتمنى لزينه كل التوفيق لانها ان شاء الله يعني لعيبه تستحق، لعيبه دوليه، لعيبه عندها امكانيات جيده. طيب انا عايز اعرف كواليس بقى، زينه يعني في البيت هاديه ولا يعني شقيه متحركه وبتاع؟ لا لا، زينة شقية في الفولي بس يعني في البيت ما بنشوفهاش يعني، لا هادية خالص خالص يعني. يا أستاذ تامر، يا أستاذ تامر قول ما يهمكش، محدش سمعنا. لا والله والله، لا دي حقيقة يعني، أنا ساعات بشوفها في الملعب بستغرب هي دي زينة اللي عندنا، لا موضوع تاني خالص. وده يعني بصراحة مش عشان هي يعني بنتي وكده، ده جمالها يعني، هي هادية وبتاخد المواضيع بسهولة ويسر كده، وربنا يوفقها يا رب. يعني زينب شخصيتين، شخصية في البيت وشخصية في الملعب. فعلا دي حقيقة، دي حقيقة يعني، حتى الحكام حتى اللي عارفينها لما زينب بتقول لها ايه ده زينب انت بتتكلمي انت بتطلع صوت يعني، بيبقوا مستغربين جدا يعني، لكن هي في الطبيعة هادية جدا، قليلة الكلام يعني، زي ما بنقول عايشة مع دماغها على طول كده يعني. طب قول لي يا استاذ تامر، يعني برضو اكيد حضرتك عارف النادي الاهلي طبعا المنافسه بيبقى صعبه، طبعا وزينه قابلت بهذا وهي قدها ان شاء الله انها تفرض نفسها وتحط بصمتها مع الفريق، نصيحتك ليها ايه؟ يعني انت برضو كراجل متابع لزينه طبعا. نصيحتك ليها على الهوا واعتبر ما فيش حد سمعنا. لا هي بتلعب لعبها، هي زينه طبعا يعني يعني بصراحه عندها عقليه احترافيه جدا، وبالعكس هي بتحب المنافسه وبتحب ان هي تتحط تحت ضغط، وده يعني مفيد جدا للاعب ومفيد جدا للعيبه اللي حواليه كمان يعني، لان هي رياضه في الاول وفي الاخر هي مجهود يعني، مجهود وموهبه، والاصلح بيلعب والاحسن بيلعب، وهي الدوري طويل والبطولات كتيره ولازم يبقى في تبديل وتغيير يعني، انا مش قلقان من الموضوع ده خالص، لان زينب بصراحه طول عمرها في منتخبات
وبصراحه طول عمرها في منتخبات بدراعها، يعني انت عارف حضرتك فاهم معنى طبعًا كلامي. طبعا طبعا هي طول عمرها بدراعها، وطول عمرها هي اللي بتتاخد مع المنتخبات وهي اللي بتنافس. فالموضوع بالنسبه لي يعني طبعا انا بتمنى لها كل الخير، وانا عارف جدا في النادي الاهلي الاحتواء اللي هي لقيته والناس صحابها كلهم وكمان في زمايلها في المنتخب، فيعني الموضوع ما يقلقش خالص، وعقلية زينة تسمح بالضغط والاحتراف ده. ان شاء الله كل التوفيق لزينة واستاذ تامر العالمي والد زينة العالمي. وانا طبعا بس انا بشكر كابتن نهلة جدا جدا على مداخلتها بصراحة، لان دي حاجة كبيرة جدا ان كابتن نهلة كابتن الفريق وفي نفس المركز وتتكلم بالكلام ده، فانا بشكرها فعلا وبحييها يعني، ولان فعلا هي مثل اعلى لزينه، فانا بشكرها جدا من عن طريق حضرتك. لا طبعا شكرك، واحنا بنضم طبعا صوتنا لصوت حضرتك وبنشكر كابتن نهله، هي قامه كبيره وكلامها كان جميل ورائع، وده اللي متعودينه جوه النادي الاهلي. استاذ تامر العالمي طبعا والد زينه العالمي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي.